أبي ولايب السلام عليكم. السلام عليكم. بارني باكر من سيدة. كيف برايو كيف بارني بيا؟ أنا مومي مصدر برايو. سيدة أبا السببي وشي تسيا قهر بو شي بيا؟ أبا مومي أمري أخو ديكري. قالك جوال بس دبي دروي خمسوني دا سيدة تيوكا. بلي. سيدة السببي وشي ولي أتيا. أبا مومي أمري أخو ديكري. بلي. فشتي مومي خربتي بجوال دشفة. إكجار بجوال ديدت برقي جيا ديدين تقوى وقصتو كشتني تكت حوالي دخوا بو بجيت أرن كيركا اون تشتي بلك بلك جان سيدة انتو عربي زاين؟ لا والله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدة هذا اخ يقول هذا الاستاذ المحترم يقول تعيشون بزافو؟ بلى اختي مصاب بالمسار يومين من الخوف من القهر صار شيء يقول لي يضربنا بالسكين يضربنا بسوي الناس هذا الجني بداخل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم اللي يخاف من الخوف ومن القهر يصابن بالمس الجني هسه نعالج بنتنا باذن الله هسه يطيب ان شاء الله قربان است سورانج بازماني سوراني قسم كاين اخو شكا خركي زار خو ديار ترسا خم اخواتوا بيغ ما صاص انه فرمي اقات انا خو بزور ما ترسين زور خم مخون هر كز بدرس خم اخوات زند استقلبي كزن سو قلبي او نفر خو يدبر طب لو شتينا زاني الا بيغمران صالحان وطب النبوي باسك ديال يعني فمش نازان بس تا خوشك حمو دكتور ابن ابي كان نازان مشي الا قران علاج لك قران دبي جن لا شيء دي استا قران اذا دخينم جنك حركه لك انه قران سدخين لا شيء دلف لفي هسه نرقي على قال شو يتحرك لان الجني بداخله اذا ما يطلع الجني ما يطيب هذا البنت دا وخذنا العزيزه بسم الله الرحمن الرحيم هسه مشاكل قران اذا دخينم هسه نرقي الجني يتحرك هسه نطلع هذا الجني اختنا يطيب باذن الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي للرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا أخرج يا عدو الله أخرج يا عدو الله قال تعالى في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يأكل بشمالي ويشرب بشمالي وأنتم أكلوا بيمينكم واشرب بيمينكم هذا عاد عندكم علم الطب ما يعرفون بهذا الطب هذا الطب النبوي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هسه هذا أختنا بإذن الله هسه أمام كلكم نطلع الجن ويطيب بإذن الله تعالى هسه السيده جاب لك هات مشي جنة شي بدايه ها في غمر يخذ بيش جن الى دا ستار خيت شاب جن ستار خيت شاب دا سي راستا في امس اصلا هانوش تشي بات شاب بخونو بخونو اسا اخوش كتشاك ابي تو زياده كاد ناقي السيده قبل انك راقن احمد نبي اسا القران دا خيمين الى السيده بينا السيده اخوش كاين بيني راه السيده بين بنك اسا تشاد تقول لك تشاي هم ثاني لو كان يسنا كل شيء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. سيدة دي بلنكا سيدة دي بلنكا بين جوري. استا بإذن أخوي تشا دكتور استا بإذن أخوي تشا دكتور. لا شكرا. طب شاكرا قربان زنت وأنا همش تشي كاك محمد جابر ولا عجب بينا ولا أو كلينكس شاكا حق بينا بينا سر إلى سيدة. استا تشا دكتور قربان علم هم كزنا ثاني أو علم علم جي أساني أو طب النبوي بركز زحمة تشابه بس الا جنك اذا نكي هر علاجك دلماني بوم نسبي استفاده يعني. الا دبي جنك اذا نكي لازم تطلع الجن اذا ما طلع الجن المريض ما يطيب اذا اي واحد يصاب هذا مره فوري يجي يمنا نعالجه بلاش في سبيل الله بدون فلوس بس اذا ما نحق نفس هذا لا جرجان لازم هذا مو شيء سهل عن عشياكم الصورة على خاطركم الله العظيم انا شاء عليه بهذا الموضوع لان هذا على كلش خطر من الخوف من القهر يصابون بالمس الجلي اذا ما نلحق يقتل نفسه لو يحرق نفسه بالنفط لازم نلحق لهذا المريض خوش بيستان امال له وكوات انا دي فوري سداني ممكن ما بلاش بار ما نعيش ما ناوي اش زني بياو دبي زو او جنين لشي درك انك او نفر بخداي خوي دك جهه محترمه سيدات شو سيكات شكشير دايش خوك او ما مصادر دايش خوي بك جي بس تخوين يا عفر دكي محترمه بس تستخوين جن سيطره دك اسدي ما سيطرك او نفر يكسر خوي دك ماني من مساجة قربان الزاوية في دادة كان عربة تانيش بينا في دادة الشرعي بيدا بيشتغى بس بركزوا بي اها ساعات تمشاكي كاقومي تمشاكي جن الاجنية ها شوف جن يتحرك اها تحرك يا ايها الجن بإذن الله اي جن حركة بك اها تحرك يا ايها الجن الجن تحرك بك اها جن نشي اخوشك اياها بسم الله الرحمن استا او يدو السيدة ها الشرعية او ها استا جنا كيدر دك انت مشاكني تمشاكني بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب
إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. بسم الله أخرج يا عدو الله السيد كان خوش ويستاذ بيغمري خواهي راسي قرر بيغمري خواهي راس بيجي در الجن دستك لخير من الوفيدة سيدة ما عندي ممسح خوش ويستان بوي وقت نقل ازدحامة حستا إن شاء الله دا دقيدي بيج دقيدي نظانم بل أخوش كدي تشيبي جنك كلا كيفي دا لفل فيه وكي ماركي دا شوي زحمة دي در كبي نو كدي لشوي بيستخدى بيج شاب لدين بيستخدى جن قرآني قطاني ترصي قلق قطان ليدان دي در كبي بس جارك هيدا زفريتو أقر أما احتياط بور نقل أنا كان سكاك بجوان تصويري كولو لو هزاران كسيتا بزانها بس لا يتسبي سيد كالجماعة أها لا يراستي زيادة أها لا يتسبي خوش ويستان او هتا بزانن او حالتا حالتي بيدن مس الجن مس الجن خوش ويستان بابسين اما توابوين كاتي زور ديو دوسي ساعاتي بيه بس اما دماني شاكي زو خلاص كينا بازدحام يا خوش ويستان هتا كاتي چي كم يكتر دبينو او خوش كتشاق بو بإذن خواي سيدا ناوي كشامن چيا دلوين دلوين شو نكي ليك چكا ان شاء الله دلوين خان دي چي بي ان شاء الله حتى بيز دقد دقيدي نظانم خودي چي ترزاني بس دزانم وعد لما نقو دلفين شبتوا أعطيكم وعد بإذن الله أختي دلفين رب العالمين يشفي وأني أكون سبب الشفاء من عند الله بس أم السبب من خوش ويستان إن شاء الله تبدأ بينا وقت وقت الزور ده يسعى في ده أما دماني شكل سريع كي بوي شكل كوتايب بي أنا جبتنا ما جبتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تيجي مين؟ ولا خش كامن الله دي ما صلاتك يا سفيه غمل. خش كامن دولة سيدة تزور من قش فشل. سيد أكبر دين إيه خش كيم خش كيم من خش ويستان بتشاي خوتان ديتان سلام عليكم. خلي أختي عيشي حتى تعرفون جن شنو خش كامن إيه خش كامن تجاني. بس لا تعيشوا لا تدقي خبلنك سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلفين خامبو ما بيشا دلفين تبولي ولي هاتي. بس دقي خبلنك اخو عفوا يقول طولهم هيجي الله اكبر يعني 50 سم الجن كم واحد بجسمك ثقل الشيء هذا هشتل دلي هشتل ثمان جنيات بداخلي بس ما تسمو الله اكبر شكلي وانت تشاو وكي ما بني انا وحش بقول وحش بي دوار بي يقول مثل وحش مروف بني انا حيوان لا مروف بي وكي حيوان يقول الله أكبر نبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة ثلاثة أصناف صنف نوم أجنحة يطيرون في الهواء وصنف حياد والعقارب وصنف يحلون ويضنعون في غمرة خذ الجن شنو عتي نعتي حيوانات نعحكي وكيمرو فينا بنجا سنتي من نعحكي تيرن دفرن يوت تشام وكشام حيوانون بشر وحشون الله أكبر يقول وحش دلني خان لا شيء تماني عن ذلك في راسي بيجو دلني خبرك الحمد لله زقلك بوش شو دقوته تو أو أنا شو دقوته ده عن خوب كوجات لخوكا شفيدي تقول نعم خواب كزا وكربي مش حموفات الله أكبر الله أكبر يقول الجن يقول لي اعقل نفسك الله أكبر هذا كان اسمعوا أخواني أخواتي تبالكم على نفسكم لا لا أنا مطمئن بذلك خوش كيف انت استاذ السكان دس كده الا خوب دا خوش كيف السيد اكبر مباخه في دعاء بل دستوبت كيركي دا خوش كيف شبدي منايلا الله اكبر هذا عمو يقول جاب سنجين يقتل نفسه هذا عمو يقول بارك الله خوش استان خوش كيف من زياده كان ناقني ازدحام انت كنت كمان خوش كيف من دلفين خان وكنت قال باشي ربي مبارك لك خوش اوش خوش كيف دلفين لمردن رزقار ما كان بفضل اخوه وخاركاني هم تنت قاد عام ممكن وصل الله دلفين دريت خوش دور دلفين جاب بس دبنا خوش خان خوش خان نشام دي تعب باب بيك ممكن ذكرى لك السيد دلفين خان وشي بوي دعاء ممكن بس دلفين تهيبك شنو هذا خوش خوي ماشي دلفين ربي مبارك لدلفين كل ما نير رزقار بدلفين دلبي خانة مع المهاتب وما مقلق مهم بو ولا تشتاق دلبي دون عاد دلبي خانة دلبي ما مستشفى في غمري تسوي كمينة شو بس الله من بركة في غمر صاحب فرمان ما دلبي خانة دلبي كلها دلبي خانة السلام عليكم وعليكم السلام دلبي خانة إيرم لقد ما ميخوك تواب دلبي خانة كباشي هذه تقوشة أولد وين كمان هبقي لقى ما عم يدربين على قمه ما يفوق تي فنجي خو حالك كان خديش فاي بتفرق بس تقول لك ايش هذا مكينك كاني اه خديت تو شفاب وفرك اللي شو بس ما تنك يا رب اصبر لك ما دربي خان دورا زي اسم كاك محمد او كشكان دلو بس اللهم صل قربان ويك يا رب الله صلى الله عليه وسلم دربي خان ولا ايه الصواب عم تنك ما مدو لك دايكت
خوش الاسلام اوج معجزه قراني وهذا هو معجزه القران اختي دلفين هذا نائب السيد عبد القدير استاذ المتشنب خوش الاسلام وهذا هو معجزه بنتنا دلفين رب العالمين شفاها وانا سر السبب وهذا مستشفى حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الشافي هو الله بس احنا اسباب قال تعالى في كتابه الكريم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وهذا فرق من انسان واجنم درس كذا بس هو عباده دلي خان سبب التوب شو هو لهذه ترسيا قهر وتشبك شامل الجن هذه بله بس دنگي خبل لك يا ولد بيانك خشكه من الصاغ بي بله الدف خشكه خابي جابا مامي ما هات من تشتين بها ما يعلمها دم دلي مدقر لا ترز ولا يعني القهر ترس وقهر هذا دايك كيفي؟ جنة تشاود بين يستخ خشكه خود قالك بوسر خلك زاخونا زاخو ما شاء الله قلدين دم خلك زاخو زور محترم خوش الاستاذ زياد الكاد ناقين يتا معجزش كي قراني بيروز بخوتات نسبرين وهذا هو معجز القران اختي كان يريد يقتل نفسه رب العالمين شفاه وانا سر السبب وصلى الله على سيدنا ولا حبيبنا محمد في خاورين رجبا دار نفس مشاكل يزق خوشا ودين الجماعيه هو دار كانش بيش لكن راز وين اتا معجزش كي قراني بيروز من جاور ايرا اتا معجزش كي قراني بيروز بخواي غورتان نسبرين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في قناه هبكه